السلام عليكم، مرحبا بكم في اول حلقه من الكونسيبت الجديد اللي سميناه اريكا. في هذا الكونسيبت ليكيب ديالنا، ليكيب ديال لاباز، غتوجد لينا فيديوهات ممكن يكونوا شفناهم ممكن لا. نخليكم تكتشفوا البلان. تلقاو بعد الانترو. دور سينتا يا مات البيفات والتراب جيم فينك تينتا يا تاريخ ما كينسا ستوريز وافلام دقنا فلانة امتا حل ودنك غادي نعودو هادشي في اريكا ناو دو ستوري فوق من اريكو. اليوم وجدت لكم فيديو ديال واحد من اشهر لي بيف في الراب المغربي، خلينا نشوفوا الرياكشن ديالكم. هذاك البلان الاول شفتيه ياك ديال ديال العربي هذاك العربي الكلاش الاول ديال بيك ذا دوغ. البلان وما فيه هو انه البيف بدا بان قشلة كلاشا و بيك ديك ساد مرة الاربعون تاع مغاربة تشالمو واحد الكلاش اللي سميتو رجعنا. هذاك الشيء باغي نقول لك، كنت باغي نقول لك كان واحد الكلاش قبل يمكن ديال قشلة. كان قشلة ولكن ما كانش فيه مسلم. يمكن في مسلم في هذه ليبوك راه كان حبس الراب يمكن ولا يمكن ومن بعد جا العربي بيك ذا دوغ ولا شفنا بارتي ديالو في الاول. هاد اللعيبه هاد الكلاش هذا الاولاني ديال العربي ديال بيك ذا دوغ. عرفتي كنشوف هاد الفيديو هذا ناري كنتفكر واحد ليبوك السطر على يمكن واحد كره تاريخ يا فاط سنين هنا كان عندنا واحد اللعيب مع واحد الموسيقى مثلا رطبه اش كاين مثلا شحال حنا كان كلاشي وهم اللي عجبتينا كسمى الاشهار حنا لا عنواق رض عن كلاشي وي اش كاين سينا لا سينا عقلتي علاش كلاشا واش كاين ديك الوقيته لا اش كاين كان عندهم واحد التراك المهم ما عرفتش سميتها التراك المهم فيه كيقولوا فيه ديك فاتحة خديجة كاين داك التراك داكشي علاش كلاشاهم ديك الساعات فكرني في ديك ليبوك ديال حنا كنديروا موسيقى اندر جراوند انتوما كديروا الكوميرسيال يسالكم كيقول لي كوميرسيال الاندر ضد ديال الاندر جراوند هذاك هذاك هو البلان ديك الساعات فناير اش كاين هما مازال نقول ديك الساعه فناير هما الكوميرسيال الاندر جراوند ديك الساعه قاش لا هذوك الدري ديال اللي كانوا كيديروا داك السيل اللي كيقول حنا عسكر فهمتي كنعرفوا بشحال هادي علاش كنتي كتسمع الموسيقى قاصح قبل ما نسمعوا لك الالبوم ديالك ما كيهضر على البيك شي حاجه ديالك كتبغي تعمل الموسيقى الحاصلين شي حاجه ديك ستيل ديال داك الزنقه ما كاينش فهمتي ملي شفنا الالبوم تبدل الراي مره فهمتي قبل ما نسمعوا هاد الانترفيو اللي عملتي ولا والو تبدل الراي علاش جبرنا وحللنا الالبوم جبرنا الحاجه الاولى ما دارش على الدين ما دارش على الاسلام ما دارش على والو صادات سكيز عرفتي علاش هاد البلان ديك الساعه الى عقلتي كان ديك الساعه اللي كيدير الراب كيقول لك الراب راه رساله خصوصا هما ديك الساعه كانوا كيقول لك راه خاص الراب يكون موضوع انت راك عارف ديك الساعه الالبوم ديك الساعه خاصك تدوي على شي حاجه كان سوسيال هذاك هو اللي قلت لك كان داكشي ديك الساعه سوسيال كان خاصك تهضر على الحريق تهضر على كذا تهضر راه بلا ما نقول لك كيفاش ديك الساعه طريقه الكتابه هذيك الوقيته زعما ديك الساعه فاش كان فاش كانوا جروبات ديك الساعه كني زعما كتجمع الجروب تقول شوف انا في الفيرس الاول غندوي مثلا على الحريق ولا شي بلان شوف انا في الفيرس غندوي على هاد لي بوين هادو انت في الفيرس الثاني دوي على هاد لي بوين الاخرين فهمتي ماشي بحال دابا تجي تطلق ان ستري اللي جاك اللي جا البلان الفيرين هو هذا يعني ديك كلاس هذاك كلاسينا على الاشهار عندك ماشي بوست قال لي كلاسينا على الاشهار داك ديال اللي كان ديال اسمعني ديال اتصالات ديك الساعه اسمعني هما دابا انا كنعجبني داك الكوبلي ديال بيغا صاحبي ف هو زعما الفايب كامل وكان داك التراك كامل وكان مزك زعما خصوصا عندك الكوبلي ديال البيغ ديك الساعه وديال ستيفراغامان هذوك هما اللي كانوا كيعجبوني الصوت فهمتي لا واخا داك التراك كان معروف بالرفران بزاف ديال خمسه اش كان معروف هذاك التراك شفتو يعني ديك كلاس هذاك كلاسينا شو مسلم زعما انا راه وقيت كنراب راه يمكن راه ما كانش كيرابين راه ديال الوقيته يمكن فاش كان قال لهم انا راه نحبس الراب وداك الشيء واقيلا واحد الوقيته كنحبس الراب وعاود رجع كان والله اين حدا امير القواف امير القواف على الاشهار عندك ماشي بوست ان شاء الله زعما عسكر
انا سولو على قشله ملي كتضرب تري مدرح كتسحب راسك عسكري ما يمكنش شي زين غادي يولوا كاع الدراري كلهم عسكر تري مدرح شحال داير 70 درهم ديك خيوره وضع راسك راكم مش عسكر راه خير فيكم ما عمرو ما شفرني كيديروا بحال زعما راه شايفو اخر ماغنوم قصتي العاود كان كلاص هذا داك الكلاص اللي سميتو ماغنوم لا ما هاد البيك انا واخا كون بلان غتشوف فردي غتبول خليني من عسكر سولجرز كنت باين ليا امريكان كتقولوا لي شباب امريكان كنضرب كاسكيطا نيويورك اش بقيتي تشوف الجبر ما صوب ليا كاسكيطا كازا انسى وقالك تضرر عسكر انت ما عرفش يعني الدريري عسكر حبت ماشي عسكري انت ما عمرك عشتي في الزنقة ما عمرك شوف شي شني كاينش الدريري كيفاش عايشين كتهضر على الدريري عسي كنشوف كنشوف صاحبي مسلم دابا هكا وكنشوفو دابا صاحبي لا لا اختلاف كبير اشني اخويا والله الا فاش كنشوف هاد البلان هذا والله صاحبي حضرنا اليوم بجوج على الصاد عقلتي والله اخويا لا ما كرهتش انا كون كان زعما كل واحد دابا وطريق ولا هو لا بيك فهمتي ولكن ما كرهتش اخويا هذوك الايامات اي راه بزاف اصاحبي عرفتي راه قشله ديك الساعه مسلم ديك الساعه الزنقه في الوسط اصاحبي راه داكشي اللي كانوا كيحطوا راه لا 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 كانوا خدامين في ديك الوقت كانوا خدامين بالجد 70 درهم 70 درهم حيت ما عرفتش هذيك هذيك اللعيبه فين هو الرقم اللي ورا مغربه الموت باش وليت كوميرسيال الله كتشوف زعما قال لي ان راه مغربه الموت راه ماشي كوميرسيال داكشي اللي بغا يوصل مدحوا فيا اشهار ومن بعد باغي العاقه سدينا من الاخر خويا باغي العاقه سالينا اش هضرتي قايايا فين عمرك سمعتي شي اشهار كتقول لك الا كنتي من الشمايت غنقطع عليك تليفوني هذاك راه الكوبي راه واعر صاحبي قطع عليك تليفوني شميت بزاف شو ما شميت ليك اخويا اش درنا ليك اخويا مابقاش في الطريق مابقاش في القلب واش قاصح ولا لا موسيقى محشرة وصوب انستريات بفروتي محشرين وتا الكاسك محشر عندك ما باغيش تزيد لقدام كيفاش زيد القدام هنا تفكرت واحد البلان الفيتوريك اللي كان مع مسلم بين بيغو مسلم ديك الساعه واحد جوج اللي كان سميتو فاش كان دار فاش كان قال لك دار لي داك البلان ديال داك اللي في داك تليفونيك دار في الكوبلي في الكوبلي ديال من بعد الالبوم ديك الساعه فاش خرجت مع ربة الموت كان في داك في داك الكوبلي ديال مسلم كامل دار لي داك لي في وفاش قال لك حيت كنت سمعتو واحد النهار هضروا هذا البلان قال لك اودي فاش قال ليه كذا قال ليه لا راه زعما راه انت كاين في بلاصه بعيده فهمتي نصب عليه الكونسيبت اي لا لكن كاملين يد وحده غنزيدو لقدام كتبغيش تبقى في الغيزانستر اللي انا صاوبتهم في 99 تبقى فيهم العاود عمرك ما غتزيد لقدام باش تخلو رجعت دابا انا انستروس ديالي كنت تخدم مليون في 99 انستروس محشرين نسيتي انت بديتي كتربي بالعربيه ملي سمعتي باك فهمتيني علاش تفكرت في هذا ملي قال لي ملي سمعتي باك داك الديسك ديال البلبله ديال بلا بلا ايه بلا بلا فاش كيقول لي لكن مسلم باك بلا بلا بلبله نيت كيما بلبله اللي سميتو حيت كيقول بلبله بلا بلا فهمت بلبله اسمي الديسك كتهضر بخبرك وعم بلبله فمك دا كان مسلم باك العربيه بقى عمر انا اسلدو فيك شدو فيك الناس ديالك ماشي على ديسان الدار كتدق عليا عندك انا جبتك اخي انا جبتك عندك امير القوي قال لي انا اللي جبتك اخي سيدي في جوج انستريات فايحين كتقول لي نشفيت فهمتيني طلعتي جبرتينا حنا خدامين في الالبوم تجيب هذا الالبوم الثاني شي بلان اللي قلت لك الصاد
قلت لك قاش هذيك الساعه ولا الزنقه فلو داك الشيء كانوا سابقين اصاحبي بواحد راه كنا راه كان كان جا عنده تلقى هذيك الساعه كانوا خدامين في الالبوم الثاني اصاحبي قبل منه كان الالبوم الاول هو طنجة ودابا وقال الجبا هو الثاني كان عرفتي راه بزاف اصاحبي ديك الوقيته راه ما يمكنش جاك النيفو بعيد عمو قلت لك نقدروا نعدلوا شي حاجه من بعد بقيتي عامين 2004 2006 شوف الصاد قال لك بيك طلع عندهم في 2004 وهما ديك الساعه كانوا خدامين في الالبوم الثاني في 2004 بيك ديك الساعه 2006 يلاه خرج اول البوم لحقتي النيفو كومبوزيتي انسترو اصلا عندي انا السامبل ديالو صرت سهل لعبت معاك فيز ماشي مشكل طن هو داك الفيتور اللي قلت لك اسمع اسمع واش قلت عملتي له داك الايفي والمغرب كامل عاقبك داك الايفي اللي عملتي كنهضر عقلت على هاد البلانيه عقلت عقلت على هاد البلانيه قال لك تليفون كاليتي ماشي بحال شوف كان كيضرب التليفون ما داش قال لي شوف كان كيضرب التليفون دائما ما كتحملنيش دائما انا عقده سيدك انا بعد واحد اللقطه هنا جاني مسلم ما عرفتش جاني مسلم بحال غير دخل في داك في هذا البيف واحد الوقيته حيت كان داك الشيء ما بين بيغو وما بين قاشله ديك الساعه هو ما كانش ولكن داك الساعه هو زعما بيغ كيفاش خدا زعما انتما بحال قلتي جمعهم كاملين انتوا مجموعين ما كيفرقش بيناتهم تاع يعني كليكا يعني مادام هادوك كلاشوني يعني حتى انت راه سمعت ديال الكلاش قبالو وعارفه شنو كاين فهمتي هكا خدا البيكان فهمت وبلاهم اللي يخرج لكم بالصحه كاملين وجري ما يخلي لكم حتى شي طرف من الحلو قال لهم ندي الحلوه كامله ما يخلي لكم والو واش اللاقه غير واقوى واش الصرف ديال شي حاجه ديال بصح بقاوش طرت مو باش تخرج ليا في كلاشات هادي لا 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 عاود صحاح جبد ليا كاين شي حاجه مرحبا ما كاينش يا اخي لاقه اللي خسرت العام كامل خسر جوانط انا فهمتيني اسمع مغاربة الموت الخوف ما نعرفش شنو طن 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 غادي يخرج الزنقة وكديز بكلاس كتعيق عليا بيها فهمتي وعادك ما تشوف شي زاف فيا وعاد وجهك حمار باغي العاقة كتقول لي انا حلوة انا كلا كاملة انا اصلا سمحت لك فيها يا كولا نزيدك في الشحم نزيدك في الشحم نزيدك في الشحم الحلوة ولا ما عبقى عليك غلطتي واحد البلان ما شكون هذا انا ما عرفتش الصراحه حيت كنعرف سميه ديك الساعه في قاشله بحال الاسلامي غان ولكن دابا حتى الوجه ولكن ولكن ما عارف زعما ما عقلش على الوجه بزاف انا راه واقيلا مازال ما كانش معهم اسد الدين ولا لا مازال ما كانش واقيلا ولا كان ولا كان مسافر ولا شي لعبه ما عرفتش اسد الدين فكرتيني فيها واحد اللعبه اللي كنت بنقول لك هو ديال بيك ديك الوقيته راه شحال مهدين ما عجبهمش حتى في هاد الانترفيونات اللي كنشوفو فيه لا باقي عقل عليه بحال دابا كيعطي الاراء ديالو في الدراري انت خاصك تخدم خاصك دير هادي بحال قلتي مورا الالبوم براسو كان عقلت على هاد البلان كانوا سماو ليه ناس اخرين يمكن راه كانوا سماو ليه حتى الاخر دا قام هادي وقال لهم كون كان واعر كون عرفت كون عرفتو كون عرفتو عالم انت ما كتعرفش شي اللي كاين انت ما كتمثلش الشعب حتى كتمثل على الدراري كتمثل خاسر اجي تشوف بنادم كيفاش عامل شوف فيا شوف في بنادم كيفاش عامل فاتصات هادي واش فكرني بهادي حيت راه فكرني في قبل من واحد جوج راه كان عندهم واحد الفيتورينغ كان في بيغو وفيتورينغ الزنقه فلو بجوج واحد الطراك سميتو غير بنادم خاسر ما عرفتش المهم انا اللي عقلت عليه انا زعما اللي كان سبب هذا الشيء زعما هاد البلان لا قبل ما يطرى البيف قبل ما يخرج الالبوم ديال مغاربه تاع الموت كانوا خدموا شي تراك كان شي تراك بين بين الزنقه فلو كان سميتو غير بنادم خاسر راه ممكن نكون سمعتو كاين باقي ما عقلتيش عليه دابا كان فكرني به هذا اللعيبه باغي يجبد البلا انا ما كنرابي ما والو دابا حبست الراب شتا اللعيبه اللي قلت لك قبيله فهاد ليبوك هو صافي قال لهم انا راه حبست الراب واش خويا مسلم كون عارف انت ما درتش لنا هادشي اللي كدير دابا كنضحك شوف فيا شوف في بنادم كيفاش عامل العسكر باغي دابا هاد البلان اللي قلت لك دابا انا بالضحك وضاري في بالي دابا شنو كيبان لك انت في هاد البلان واش زعما نحولوا هاد البلان البودكاست دابا البلان اما احسن شي واحد يخليها في عزها
وما يشونجيش ستيل لحاجه اخرى اللي كتهرس ليه داكشي اللي كان دار. نقولوا كتهرس ليه واخا ما دارش ليه ولا يكمل ويشونجي ستيل واخا يكون لا علاقه واخا يكون. ودابا دابا هي كتبقى كل واحد كيشوفها من المنظور ديالو الخاص. حنا كنشوفها من المنظور الفني، يقدر مسلم كيشوفها من المنظور المادي تيقول انا ضربت 12 عام ديال داكشي من حقه من حقه من 98 وانا كنعطي يعني جات الوقت دابا فاش غنجني التيمار ديال وصراحة صراحة هو راه كون كان دار داكشي اللي دار بيك فواحد الوقيته انه مشى لواحد الاتجاه اللي زعما بليز او موان كوميرسيال زعما اللي غيدخل منه سميتو راه حتى هو راه كنت يتلقى من شحال هادي حتى هو فهمتي راك عارف يقدر يدير بنادم يقدر يدير داك التوازن يعني يدير التراكات اللي الفان بيز صفر صفر اللي معاه من الاول. انا صراحه والله ما كرهت ما كرهتش اصاحبي انا دابا ما كرهتش دابا انا مسلم نشوف تراك ديال داكشي القديم شتي هذاك عقلت على واحد سميت اسمه داك لي فريستايل مع دوك لي كاميكاز رايدر فاش كان جبت شايفين قديم هذاك هذاك صاحبي راه ما كرهتش انا دابا نشوف مسلم شي كوبلي بحال هكا كصات له شي تراك قديم ودابا راه كتعرف كاين حتى واحد القضيه ديال بنادم ما كتبقاش عنده نفس المونتاليتي يقدر يعاود يحط داكشي وما ما كانش الموت تاع داكشي ما كانش المونتاليتي تاع داكشي كما قلنا فهمتي دابا وصل لواحد لاج بان لي راسو راه دار بزاف في الراب المغربي وما كانش كيدخل دابا وصل لواحد الوقيته اللي خصو حتى هو يعيش بداكشي غيمشي يدير شي حاجه اخرى فهمتي هذاك الشيء ما غتلوموش من حقه انا قلت لك زعما متفق معاك فاش قال لي الانسان يوازن سي فري توفيق بيك مرحبا خويا الله يحفظك يتوف علاش هادشي كامل عفا الله عما سلف وقع شي سوء تفاهم بيناتكم وقال وقعوا شي حوايج اخرين اللي ما قالهمش مسلم انا ما معيطش ليك باش نشوف لا فيرسون ديالك نتا ولا باش نحكم عليه على مسلم ولا نحكم عليك نتايا غير اخويا حنا كاملين خوت كاملين مغاربه سيري كل واحد فينا غادي يشد الطريق ديالو من غير زعما الا طرات شي حاجه طرات في 2006 ولا في 2007 واخا نكونوا ما عرفتش كيفاش دايرين كنكونوا باقا دراري صغار اش غادي نبداو نشيرو بالحجر قال لي جاوب شتي هو قال لي جاوب اخويا جاوب الاخر حتى هو كان مع مجاهد انا قلت لك ما كاين حتى شي مشكل فهمتي صراحه واش فراسك في هذا الانترفيو حيت كنت شتو لكن كيجيني جاني دابا مسلم شتي الجواب كيفاش جاوب يعني ديجا سولو مومو قال لي هذيك زعما واش كاين شي بلان قال لي ما كاين حتى شي مشكل كانوا كيجيوني ديك الساعه باه يحيدوا صافي ما بقاوش يهضروا في ذاك السوجي واش لقاهم خونا الطريقه باش جاوب بان انه راه شوف اختي كتبان في الكريماس ديالو جون انا قلت لك ما كاين حتى شي مشكل فهمتي صراحه انا ما عرفتش المهم داكشي اللي قلت هو اللي في راسي فهمتي ما عرفتش علاش هادشي اللي وقع صافي المهم بالنسبه لي انا راه عادي وصافي وما كاين حتى شي مشكل لا اصلا المشكل كاع ما كاين لا مشكل وحدين اخرين دونك قال لي كان مع وحدين اخرين كيقصد زعما قاشله ديك الساعات علي ديك الساعات كان بيناتهم ترى من غير الكلاش ديال ديريكت وداكشي كانوا لي بيك بينه وبين بيك ديما كان بيك بين مسلم وبيك بيك ديال كوميديا الشو وي راه كاين بزاف ديك الساعه راه كاين ضيف داك ديال البلبله تا هو وداكشي راه تا هو راه زعما داك الكلاش كامل تقريبا راه على خو بدرجه كبيره فهمتي هو بيف دابا عاون الراب المغربي من واحد الناحيه غير هو تشوف بنان كان فاهم داكشي بالمقلوب دابا هما براسهم راه ديك الساعه راه ما كانوش دايرين هادشي على ود زعما انه ينفع الراب المغربي كيقول ديك القضيه ديال زعما راه الا كملنا في هادشي راه مزيانه ليه هما داكشي كانوا عايشين ديك الساعه داكشي كانوا كان داك البيف وهما ما عارفينش زعما انه غينفع الراب المغربي فهمتي كيفاش ماشي زعما كانوا دايرينها وهما عارفين انه زعما هادشي واحد الوقيته راه نافع الدومين فهمتي كيفاش لا فهمت لا قلت لك زعما كلشي هو كلشي من بعد لا البيك لا مسلم كلشي اختار طريق في الاخر ديال كوميرسيال ديال انه يعني داكشي اللي كان كيكلاشي مسلم البيك عليه راه ولا كيديروا من بعد فهمتي ما قلت لك سيتي في واحد الوقيته اللي كان واحد باقي راسو خاوي باقي مسالي لداكشي دونك المهم كدوز واحد الوقيته كل واحد كيدير واحد لوكوتي ديال التبرايج ديالو ضروري هذاك ماشي مشكل ولكن المهم انا بعدا داكشي صافي دونك ما كاينش انا جوبونس كي من الاحسن كل واحد كيجر شويه الراب لجهته كل واحد عنده السيل ديالو كل واحد عنده هذا دونك الا ما قدرناش نزيدو به لقدام عمرنا ما غادي نجيو واحد اخر عرفت واش فكرتي بداكشي ديال
البيف زعما دين نطلعوا الراب ولا شحال ما عرفتش فهمتي ما جلست معاك ما المهم سي بلاني قلت ليه ما عرفتش واش فكرتي واش كان فكر فيها زعما مسلم ديك الساعه ما عرفتش فهمتي شوف نقولك على القضيه كاع داكشي كاع اللي دار كان يقول اخي مسلم بغا يقول لي نقولك على القضيه واخا كاع قال سميتو شوف نقولك على القضيه كاع داكشي كاع اللي دار ولا هذا ما عمره ما كان كيقيس لا بيرسون اون الميم يعني انه ما عمرنا ما وصلنا لذاك لذاك سميتها انا بعدا من جيتي ما عمري وصلت لديك نطيح الهضره ولا نقيس ام شي واحد ولا كتب عليه البيك هنا الزواج قال لي راه قال له انت ماش ميت لا واحد اللعيبه اللي بغيت نقول لك انا هاد البيف ديك الساعه واخا كنت خسر فيه الهضره وداك الشيء ولكن ماشي بحال كيما كنت كنشوفو في الراب المغربي حتى دابا مازال كتكون ديال كيدخلوا مثلا الوالدين كيدخلوا كذا يعني واخا في ديك لي بوكس زعما وداك الشيء كان داك الشيء زعما راه يلا بانوا لي بيف في الراب المغربي زعما وداك الشيء كان داك الشيء شويه بين قوسين محترم يعني من انا وياك فهمتي كيفاش ما غنجبدش ليك زعما عائلتك ولا نجبد ديك كذا لا فهمت فهمتي راه هو قال عليهم شميت كنت سمع لهم صداع صافي ولا هذا ولا هذه راه ماشي من ترابيه وماشي من شي حاجه زعما اللي غادي تكون الور البيف بيك يضرب بحال فاش هو اللي كان كيحصل الهضره تما لا كاين الا كان كان ايرونيك فهمتيني كان غادي بحال اللي قلتي كتصنط الشعب هذا ملي كيضحك كتطلع تمنيك وصافي ما شي حاجه زعما اللي كتحرق ولا اللي قايصه هنايا هذا داك الشيء راه ما كاينش كل واحد فين كيدير الموسيقى ديالو كل واحد فين كيدير هادشي ديالو كل واحد وصل لداك الشيء اللي بغى يوصل ليه واش بونس مازال باقي ما وصلناش لداك الشيء كامل دابا يمكن نوصلوا ليه دابا كل واحد كيدير داك الشيء اللي بغى يدير ممكن ممكن هاد اللعيبه اللي جايه عرفتي يلا تفكرتها عرفتي معاش ديك الدخله وانا نتفكرها هذاك الصوت يمكن واحد الكابسول كانوا داروها كان دارها مومو مع نقولها ماشي مشكل ماكدونالد فهمتي كانوا داروا هاد البلان وكانوا قالوا بلي غيكونوا بلانات بزاف ولكن هذيك الحلقه هي الوحيده اللي شفت غيبقاو يلاقيو جوج ديال الناس بيناتهم مشكل فهمتي السلام معكم مومو هو. اليوم غادي نلاقي لكم جوج الناس اللي عمركم كنتو تتخيلوا غادي تلاقوا غادي الرفلي ديال هادو اللي كيصوروا ريفليكتور وداك الشيء نلاقي لكم جوج الناس اللي عمركم كنتو تتخيلوا غادي تلاقوا اليوم غادي تلاقوا مع بيغ ومع مسلم ها مسلم فاس معاك سلام فيديو مقطع واخا كانوا فيها بزاف ديال اللعيبات مسلم ها مسلم فاس معاك سلام تعليقه شنو كانوا علاش كان ديك لا فيديو كانوا ديك الساعه بينو مسلم جايب حديده ديالو بيك جايب حديده تا هو فهمتي سلام عليكم يا خالد لاباس باش نجي سلام خير دابا خالد قنيتهم صافي المشكل ندمت غير التسالا ديال ديك لا فيديو ندمت ديك الساعه كيتجاوب داكشي اللي كيقول حيت الفيديو من بعد فاش تصوبات المونتاج الهضره ما بيناتكم انت كتقول حاجه هو كيجاوبك هو كيقول حاجه نتوما كتجاوبوه هي هاد اللعيبه دابا اللي مونطاو لنا الدراري قال كيهزوا حاجه كيلصقوا لنا مع الجواب هو اللي طرا هو ديال الدراري كانوا خرجوا واحد الموسم الموسم كيهضروا فيه يعني دابا ما كيهضرش على ديال العربي كيهضر على ديال الزنقه في الاود على ديال قاشله ديال قاشله الكلاش اللي كان ذكر رجعنا سميتو رجعنا سميتو رجعنا مع فراس كان والله ما عقلت عليه هذاك هو سميتو الموسم كيهضروا فيه على ما كنتش فين ولكن مع الوقت اكتشفوا ان داك الشيء اللي كانوا داروا راه عاونوا صاحبي ديك الساعه ما كانش تجارب وديك الساعه يلاه الموفمون في البدايه ديالو يعني قلت لك هما دابا داك الشيء دايرين وما كانوش عارفين ولكن تدار فهمتي تدار بطريقه غير مباشره وما كانوش كاع عارفين ان هذا الشيء غيطرى فهمتي غير كنت عاقل المغرب كامل كان مقسم على جوج يا صاحبي يا مع بيك يا مع مسلم بزاف فهمتي شوف هاد جوج الناس بغينا ولا كرهنا خلى واحد لامباكت في الراب المغربي راه لا يمكن اصاحبي ضروري ما كاينش شي واحد شوف غير الدراري اللي كنديروا معاهم مثلا دي زانترفيو ولا دي بودكاست كنتلاقاو معاهم ما كاينش شي واحد ما كيجبدش ليك بيغو مسلم وما تبرهيش شويه كنشوفو دابا ولكن عطا واحد
دفع على الراء داك الكومبيتيسيون فهمتي شو واحد الوقيته استاغنات واحد الوقيته ديال وحنا كنا صحاب وحنا كنا كنديروا داكشي زوين ورا اصلا كنا مستاغني يا صاحبي راه هادشي اللي كان محرك هذيك الساعه لا زعما كيدوي زعما مورا لا احلى البوم ما فهمتش اللعبه ديال استاغنات ما فهمتش علاش كيدوي انا على ما فهمت قال لك واحد الوقيته زعما ما بقاوش زعما بحال الراب في المغرب صافي ولا ما بقاش كيخرجوا بلانات ما كاين فهمتي يعني داك البيف بحال قلتي عاود حرك الراب عاوتاني ياك بديك الوقت فاش كان زعما سالت ديك اللي داك الموفمون نايضة داك ديك الحمله اللي كانوا ديك ساعه موفمون نايضة المهم هو دابا كيما على حسب ما فهمت قال لك واحد الوقيته زعما كون ما كانش داك البيف كون بقات زعما راكده الدعوه فهمتي بحال دابا كيما كيطرى في الراب المغربي كتلقى الدراري مثلا كيوصلوا هذه الوقيته كتلقى واحد كيخرج ولا فهمتي هذاك لي بوك اللي كان كيقول لك الدراري اي واحد كاين كلابس لارج كيجي يديروا به شي حلقه التلفازه بزاف صافي والله جوج بزاف داكشي زوين ضبط واحد الوقيته ديال وحنا كنا صحاب وحنا كنا كنديروا داكشي زوين ضبط ما حداش شي تصادع واش فهمتيني افريسونس ديمو في ديك الفيديو فريمون انت كنت كتنص انت شي طانس انا كطانس ديال بصح هو كان عسكري انا هو كان طانس هو طانس قال لي هو كان زعما بي كان طانس هو كان معصب قال لي العسكر تستاهل شي زعما تشوف العسكر داك وصفقوا على بيغي مسلم اخليكم صافي عليهم اخويا صافي شي كاين سير الفيديو بلان والله تو بلان اش بان لي اخويا العمل نقول اشهر بيف لا اشهر بيف ديك الساعه دابا هذا هو حيت كانوا دي بيف خرين واعرين فهمتي كيفاش ولكن هذا كان هو اللي دار واحد البلبله في الراب في المغرب دابا كيجيني زعما ماشي كيجيني تجاوز داك البيبليك ديال الراب ولا كلشي كيعرف اللي عندهم مع الراب واللي ما عندوش مع الراب تيعرف هاد الجوج راه عندهم عندهم مشكل كان بيناتهم بلانا بلان شكون اللي بيف الاخرين اللي بالك انت زعما نفس الوزن زعما وصلوا لهذيك اللعيبه هاد اغلب زعما اللي بيف اللي كنشوفو راه بقاو محصورين في البيبليك ديال الراب هذاك الشيء انا ممكن نقول لك بيك مع دروس تا هو شويه هذاك فهمتي هذاك تا هو صافي حيت ملي هضرتي ليه بالضبط على هذه النقطه ما كون قلتي لي زعما وزنا بحال هذا دونك اون غوا هادشي اللي كاين ياك انا صراحه والله الا فكرني هذا البلان فانا ما كرهتش انا فهمت الدراري انهم قسموا لينا لي فيديو باش ما يجيش لا فيديو طويله بزاف ما كرهتش انا كون كانت لا فيديو طويله نشوفوها من الاول حتى الاخر اخويا رجعونا على الذكريات وحق الرب المهم الشباب والشابات باش ما نساوهمش الى بغيتونا نرياكتيو على شي فيديو اخر شي نقولوا حتى شي بيف اخر مثلا واعطونا في لي كومونتير قلنا في لي كومونتير لي بيف ولا حتى لي فيديو مثلا اللي بانوا لكم ليكيب الدراري ديالنا راه كيشوفوا غايشوفوا لي كومونتير كاملين غايوجدوا لنا فيديو عاوتاني في شي حلقه حنا دابا كنجيو كنتحطوا كنكتشفوا شنو واقع فهمتي كل حلقه كنكتشفوا اشنو موجود لينا نتلاقى في حلقه جديده اش بان لك وي داكشي اللي كاين وعطونا الاراء ديالهم تحت اشنو بان لكم في هذا الكونسيبت هذا البيف هذا ولا اللي بيف الاخرين اش بان لكم في الكونسيبت اش بان لكم في البيف فهمتي الراي ديالكم شي لعيبه نسيناها في هذا البيف هذا ما ذكرناهاش شي معلومه دازت علينا ما قلناهاش حنايا ممكن نسيناها ممكن ما عارفينهاش خلونا الراي ديالكم في كومونتير وحتى في الكونسيبت اللي درنا جديد اشنو بان لكم نزيدوا فيه اشنو بان لكم نقصوا فيه كان الشيء اللي كاين الشيء اللي كاين رمضان مبارك سعيد وكما العاده حنا رانو في الفاك بيس.